عقدت اللجنة التنفيذية للمشروع الوطني للترجمة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن مشروع الهيئة العامة للكتاب والذي يتمثل بمسائل الترجمة. أعتقد أن سوريا الآن بحاجة فعلاً إلى انطلاق في مجال الترجمة. نحن بحاجة لأن نجاري أهم ما يصدر يعني في الحضارات الراقية والثقافات الراقية. ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجنة بقرار من سيد وزير الثقافة الأستاذ محمد الأحمد، ضم نخبة من المترجمين، وأيضاً استعانت هذه اللجنة أيضاً بما يعني بكبار المترجمين السوريين، بحيث وضعت الخطة التنفيذية لهذا المشروع. المشروع طبعاً هو طموح كبير أن ننقل يعني ما لا يقل، أستطيع أن أقول، عن 1000 كتاب من لغة من مختلف اللغات الأجنبية إلى العربية. الخطة الوطنية لهذا العام تضمنت عناوين عريضة أساسية، هي الأدب، هي العلوم الإنسانية، هي العلوم الطبيعية والصحة العامة. حرصنا على أن نترجم ما توصل إليه الأدباء والكتاب والمفكرون والباحثون في العالم أجمع باللغات الحية بترجمة مباشرة من تلك اللغات إلى لغتنا العربية. وفي هذا الميدان غطينا حقيقة الرواية والمسرح والشعر والقصة القصيرة والنقد الأدبي وأيضا أدب الأطفال. الأهمية أهمية القراءة، القارئ، من الأمة التي تقرأ تبني نفسها، شكل دفع جديد لصنع مستقبل أفضل، تتطور. أما الأمة التي لا تقرأ لا تتطور، لا تستطيع أن تبني نفسها من جديد، أن ترتفع ترتقي، خاصة وأن الحضارة الحديثة نقلت الإنسان نقلة نوعية جدا. هذه النقلة النوعية نقلتهم من إنسان الجهل والأمية والتخلف إلى إنسان الذي يصعد إلى القمر وإلى المريخ، لديه مطامح فوق عادية. لذلك الكتاب مهم جدا، الكتاب الذي يمثل الثقافة والفكر والذي يشكل فكر الإنسان في المجتمع ويشكل فكر المجتمع ككل أصلا. يعني هذا هو أملنا أن ينتشر الكتاب في مجتمعنا، ينتشر القارئ، يكون هنالك قارئ. الهدف من المشروع الوطني للترجمة التخلص من العفوية ومعرفة ما ينبغي ترجمته، والعمل مع الجهات المعنية بالترجمة على بلورة خطة وطنية سنوية، ودعم النشر الورقي بنشره إلكترونيا، وتنظيم ورشات عمل وندوات على مستويات مختلفة، والعمل مع الجهات العربية والدولية.